نقطة على السطر مع سلطان الجنب. كانت تعجبني لما تبدأ أي قصة كنت أسمع كان يا مكان في قديم الزمان. أنا ودي الحين أقول قصتي معك بس ما في داعي أقول قديم الزمان لأنه قريب الموضوع. ودي أتذكر كل شيء، ودي أحكي لك أنت القصة، يمكن الحين كنت قاعد تسمعني. أبغى أقول كان يا مكان الآن قاعد أشعر بمشاعر غريبة. تصدق متألم كثير أني أنا مشتاق لك. ماني عارف صراحة كيف أبدأ القصة، بس ودي أنك أنت تحاول أنك أنت تتفهمني. أبغاك تعرف أني أنا إنسان خسرت كل شيء والله عشانك، سويت كل شيء عشانك، وفي المقابل ما لقيك تعطيني نفس ردة الفعل اللي أنك تبغاها. أعرف أني أنا غلطان في هالطريقة، المفروض أني أسوي شيء ما استنى له مقابل، بس وش أسوي؟ أنت عودتني أني أنا كل ما أسوي شيء تعطيني مقابله شيء، يعني لما كنت أضحي لك كنت أنت كمان تضحي لي، بس الحين ضحيت لك أنا أكثر من اللازم. صحيح أني قاعد منتظر، بس كمان ألم أني أنا قاعد أشعر أنك أنت منت حتى مهتم أني أنا قاعد أسوي لك. ما أدري والله هو صح هو غلط، أحساس صحيح أحساس غلط، لأكيد أني أنا إنسان فعلا تعبان. مشاعر الذكريات ترى هذه مؤلمة جدا، يمكن أنت ما تشعر فيها لأن بالنسبة لك ما كان يمثل لك أي شيء، وأنت قلت لي إياها في آخر مرة أنه ما عاد في ذكريات بيننا. هل أنا ممكن أصدق الكلمات هذه أنك أنت فعلا ما عاد تشعر بأي شيء تجاهي؟ طب ودموع اللي كنت أشوفها أصدقها؟ كانت تطلع حتى في كلماتك، يدينك اللي أنت كنت دائما تمسك يدين وتقول لي عمري ما راح أتركك، هذه أصدقها ولا ما أصدقها؟ الأشياء اللي أنت كنت قاعد تسويها، القصة هذه كيف راح تنتهي؟ هذا الموضوع هذا أصدقه ولا ما أصدقه؟ لخبطني، ما عرفتني إيش نهاية القصة ولا حتى إيش بدايتها. أصدق أحد؟ أشك في نفسي، أشك أني أنا ماني عارف أختار أحد. أنا أبغاك ترجع تعرف لسبب واحد بس، أبغى أحس أني أنا اختياراتي كانت صح، وأني أنا ما غلط في اختيارك، وأن مشاعرك هذه كانت فعلا صادقة. حسسني للحظة بس، لحظة بس أنك أنت كنت صادق معي. أرجوك، يفرق معك كلمة أرجوك؟ خلينا ننهي القصة بس بطريقة مرة حلوة. خلينا نقول كان يا مكان رجعنا مثل ما كنا. اليوم اسمعني للمرة الأخيرة أقولك أنا مشتاق لك. نقطة عصر. كان يا مكان.